السلام عليكم ورحمة الله. اليوم بدنا نبلش درس جديد اسمه العلاقات التناسبية. أول إشي فهمنا إيش معنى تناسب. التناسب إنه بيكون عندي كسرين نسبتين متساويتين. إذا كانوا عندي الكسرين أو النسبتين متساويتين بسميها تناسب. هلأ علاقة التناسب هي علاقة بين كميتين، مثلا بين عدد الدقائق وعدد الصفحات. للجميع نسبة معدل الوحدة واحد. يعني إذا إيش معنى علاقة التناسب؟ يعني إذا طلعت معدل الوحدة لعدد الصفحات لما يكونوا 5 ودقيقتين، أو طلعت معدل الوحدة لما يكونوا عدد الصفحات 15 في 6 دقائق، أو لما طلعت معدل الوحدة للخمستاشر صفحة في 8 دقائق. إذا طلعت معدل الوحدة لكل وحدة وكانوا كلهم متساويين، هاي بتكون في بينهم علاقة تناسب. في بينهم علاقة تناسب. خلونا نشوف المثال. بقول لك سجلت سلوى عدد الدقائق التي تحتاجها لقراءة عدد من الصفحات في الجدول. هل توجد علاقة تناسب؟ بدي أشوف هلأ هل في علاقة تناسب؟ متى في علاقة تناسب؟ إذا طلعت معدل الوحدة لعدد الصفحات 5 وطلعت معدل الوحدة لعدد الصفحات 15 وطلعت معدل الوحدة لعدد الصفحات 15، هون عندي بيطلعوا كلهم نفس الاشي، هون 45 بيطلعوا كلهم نفس الناتج. يعني يلا شوفوا شو بدي اكتب. ليه؟ للتأكد من ان هناك علاقة تناسبية ام لا، شو بدي اعمل؟ 1 نجد معدل الوحدة لكل قراءة. يعني 1 هون بدي أوجد معدل الوحدة لعدد الصفحات 5. إذا عدد الصفحات 5 وعدد الدقائق 2، دائما يا مس بدي أوجد إيش؟ معدل الوحدة. دائما بحط الزمن في المقام، دائما بحط الزمن في المقام. يعني بحكي 5 صفحات في دقيقتين، 5 صفحات في دقيقتين. بدي أطلع معدل الوحدة كم في الدقيقة الواحدة. إذا دائما نضع الزمن في المقام، هاي نضع الزمن في المقام، نضع الزمن في المقام. إذا عندي أنا، إذا عندي 5 صفحات في دقيقتين، معدل الوحدة بدي أشوف بالدقيقة كم عندي بقرأ عدد صفحات. مباشرة بدون ما أعملها قسمة طويلة، 5 تقسيم 2، معك 5 دنانير مثلا، بدك تقسمهم على 2، اقسم 5 دنانير على 2 بيطلعوا 2.5. إذا معدل الوحدة الأول 2.5، بدي أطلع معدل الوحدة الثاني كان عدد الصفحات 15 وعدد الدقائق 6. برضو حكينا بحكي 15 تقسيم 6. هون تتذكروا القسمة الطويلة، نتذكرها مع بعض. بحكي 15 تقسيم 6، الواحد كم 6 فيه؟ ما فيه. الخمستاش كم 6 فيها؟ فيها 2، لأنه 2 ضرب 6 12. هلأ بطرح 5 ناقص 2 3. هلأ التلات ما بدي، هون القسمة الطويلة. هلأ التلات كم 6 فيها؟ ما في. انتبهوا يا مس، بزيد للتلات 0 وبحط فاصلة عشرية هون، بزيد للتلات 0 وبحط فاصلة، بتصير 30. كم 6 فيها؟ فيها 5، لأنه 5 ضرب 6 30. إذا بضلني أقسم عبين ما يطلع من دون باقي. إذا 15 تقسيم 6 يساوي كمان 2.5.
هلأ بدي أشوف الأخير، لازم جميع الأعداد عندي بالجدول يطلع لهم معدل الوحدة نفس الإشي. هلأ عندي آخر إشي معدل أو الوحدة، طيب عندي عدد الصفحات كم؟ عندي على الصفحات 45 وعدد الدقائق 18، برضو نفس الإشي بحكي أنا عندي 18 أو 45 صفحة في 18 دقيقة، هون بعملهم قسمة طويلة 45 في 18. الـ 45 كم 18 فيها؟ فيها 2، 2 ضرب 18 36. هلأ بطرح هاي بتصير 15 ناقص 1، 15 عفوا 5 هاي بتصير 3. طيب 5 ناقص 6 15 ناقص 6 يساوي 9. التسعة ما فيها 18، بضيف 0 هون و9 هون، 0 بضيف 0 وبضيف هون فاصلة عشرية. هون عندي 90 كم 18 فيها؟ فيها 5، لأنه 5 ضرب 18 بكون الجواب عندي هون 90، إذن برضو الجواب 2.5. زي ما لاحظنا إنه معدل الوحدة متساوي في جميع الحالات، متساوي، إذن الجواب نعم توجد علاقة تناسب. الجواب نعم توجد علاقة تناسب. بتمنى يا مس تحلوا أتحقق من فهمي، تابع لهذا المثال، يعطيكم ألف عافية.